الوغ بالنسبه للنساء الحوامل المرضعات ماشي كلهم كيقدروا يصوموا خلال شهر رمضان على حسب الحاله الصحيه ديالهم، وهذا الشيء كيقدر يحدد الطبيب ديالهم اللي متبع معاهم. دونك دون سو كالا بور النساء اللي حوامل ومرضعات كيقدروا يصوموا في رمضان، النصيحه اللي خصني نعطيهم هو انه ياكلوا بطريقه صحيه، يعني يتبعوا نمط عيش صحي، التغذيه ديالهم تكون مركزه على الهرم الغذائي، يعني يكون كيستهلكوا الماء بكميه كافيه، يكونوا كياكلوا خضر وفواكه بكثره، اللحوم ديالهم والسمك الدواجن باش كيقدروا يابورتيو البروتينات اللي محتاجه الجسم ديالهم منها، ياخذوا دهنيات اللي غيكونوا مفيده للجسم، نقدروا نلقاهم في الزيوت النباتيه، لافوكا، لي غران، فحال نقولوا المكسرات الى اخره، وياكلوا كميه ديال السكريات منظمه، وسكريات من الاحسن اللي غيكونوا طبيعيه، كنلقاهم في التمر، الشريحه، فواكه طبيعيه. ميزا باغ سا خاصهم يستركتوريو لي روبا، سيتادير يقسموا الوجبات ديالهم في النهار، عندنا فطور عشاء وسحور، باش كيقدروا ياخذوا لابور ديالهم جورنالي نيسيسير، ويتفاداو لو ستريس، يتفاداو الاغذيه اللي فيها مقليات وسكريات، ويحافظوا على النوم ديالهم باش يقدروا يدوزوا النهار ديالهم مزيان.